استأنفت ثانوية العطرش الجلالي كباقي الثانويات والمتوسطات بالولاية الدراسة، وذلك لمراجعة الدروس بالنسبة لتلاميذ المقبلين على اجتهاز امتحان شهادة البكالوريا وشهادة نهاية التعليم المتوسط، وذلك في إطار البروتوكول الصحي في ظل وباء كورونا كوفيد-19. هي حقيقة في فترة الحجر الصحي واجهنا صعوبات كبيرة، لأن الانفصال على الثانوية ليس بسهل. في الثانوية كان أساتذة تاعنا يوجهونا، يعطونا أسئلة، يعطونا تمارين، نفوتوا امتحانات، فروض، اختبارات، يعطونا المستوى تاع وين وصلنا في الحابط في المراجعة ويوجهونا. لكن في المنزل في الحجر الصحي حقيقة درسنا مع مواقع التواصل الاجتماعي، ونشكر الأساتذة اللي وقفوا معنا والطلبة الجامعيين تاني وقفوا معنا بزاف عن طريق الفيديوهات ملخصات، نشكرهم بزاف. لكن كنا نحتاج توجيهات الأساتذة، لذلك العودة للدراسة كانت من الأفضل وفي صالح جميع التلاميذ. هنا يا أساتذة وجهونا، عطاونا فكرة على الامتحان، لأنه ما جوزناش امتحان تجريبي. في بعض الوحدات أو الدروس يعني كما سموها هنايا، يعني كاين تجاوب، كاين تحسي بالمراجعة، لكن بعض الدروس خاصة الدروس الأخيرة يعني كاين فيها نقص، كاين فيها تخوف، يعني مدتش حقها مع التلاميذ. يعني لم تصلنا أي معلومات عن العتبة يعني فيما يخص مادة علوم الطبيعة والحياة، فقط أنه حاولنا نكونوا على علم يعني المستوى اللي وصلت له كل مؤسسة أو كل ولاية فيما يخص دروس المادة. العودة للدراسة بعد الحجر الصحي شيء إيجابي، التلاميذ بعدنا على المونطاليتي تاع القراية، على الآخر تاع القراية، الجو تاع الدراسه. شو بعد هذا 6 شهور ولا مده بزاف، شو ما وليناش نتقوا نقراو في بزاف، صاي بعدنا على الدراسه 4 شهور ما تقولناش نقرا. بصح من بعد العوده هذه ولينا تحكينا مع اساتذه، مع الزملاء تاعنا، مع الاداريين، صاي تقولنا نقراو، شغل ولينا الجو تاع الدراسه. اذا بصفتي مديره ثانويه الططرش الجلالي بمزغران، لقد بشرنا على بركه الله حصص المراجعة لأقسام السنة الثالثة ثانوي، طبعا في نطاق التحضير لامتحان البكالوريا. الحمد لله الأمور عادية، التلاميذ التحقوا بصفة عادية، طبعا يوميا رانا نسجلوا نسبة مرتفعة من الحضور. الأساتذة الكل الحمد لله التحقوا راهم بالأقسام تاعهم، البروتوكول الوقائي مطبق بحذافيره. وفي الأخير تمنياتنا لكل المتحنين بالتوفيق والنجاح في الامتحانات.